أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الكونغرس الامريكي برئاسه السنتر ريتشارد شيلبي حيث اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اعضاء الوفد الامريكي اكدوا الاهميه الكبيره التي تليها الولايات المتحده للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين الى ان مصر تعد ركيزه الامن والاستقرار في الشرق الاوسط والعالم العربي.